في نطاق تظاهرات وترويج للسياحة بالقيروان، وبعد خوض رالية مرسى تبرقة وتحصلنا على المرتبة الثانية في كجمعية، تم التلاقي مع الأخوة الليبيين وحبينا نعرفوهم بالبلاد متاعنا، هي مدينة الغالبة القيروان وهي غنية على التعريف، وإحنا كرياضيين نساهموا في ترويج وتعريف بالمنتوج السياحي الداخلي متاع تونس وخاصة ولاية القيروان. اليوم أخواننا وأشقائنا الليبيين دراجين جاءوا حذانا وشرفونا في القيروان، وش نعملوا بهم جولة صغيرة في مدينة القيروان ونعرفوهم بالقيروان، وإن شاء الله هذا هو التعارف ما بين الأخوة كسوا ليبيين أو مغاربة أو جزائريين. ديما نحن الدراجين نحاولوا نلموا الشمل ونتعرفوا على بعضنا، وهذا هي الهدف نتاعها. حمد أبو قلة، رئيس الجمعية الأمنية والرياضية بالقيروان. قمنا اليوم باستدعاء الجمعية الليبية للسيارات الدراجات النارية على أثر الرالية اللي قاموا بها الأعضاء نتاعنا في مرسى حتى البرقة. حبينا نعملوا توأمة مع الجمعية هذه تمتين العلاقات بين الأخوة الأشقاء الليبية والتوانسة، وماذا بينا تكون المبادرة هذه متكررة، وإحنا فرحانين ياسر في استقبلنا أشقائنا الليبية، وإن شاء الله إن شاء الله تكون وجهة لتونس ومدينة القيروان، ونمشي نحو الأفضل، وبش ننهضوا ببلادنا وبش نعلموا الجيل متاعنا هو الحب والتآزر ما بين الأخوة، والرياضة هي راية رأس المال من ضمن الأخلاق والتعليم، والرياضة عندها دور كبير وبش ترسي القيم هذه، وإحنا من جهدنا بش نسعى لتمتين العلاقة دوليا وعربيا وجهويا وإقليميا، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجميع وخاصة أهل القيروان. إحنا في ضيافة جمعية الأمنية للدراجات النارية بمدينة القيروان، أشكرهم على سعة صدرهم وترحابهم بنا، وإحنا بصدد اتفاقية توأمة ما بين الجمعية الليبية اللي هي جمعية النخبة للدراجات النارية والجمعية الأمنية، توأمة للتعاون وتوطيد العلاقات ما بيناتنا إن شاء الله في المستقبل، نشاركوا الرياضة هذه ونتعرف على بعضنا أكثر، ونحاول إن إحنا نقصروا المسافات إن شاء الله، ونتمنى لسواليبيا وتونس كل خير من الجمعيات هذه. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.